نجم المنتخب البرازيلي بامتياز المهاجم نيمار دا سيلفا، مهاجم ينتظر منه الكثير ويحمل على كتفيه آمال شعب بأكمله. نيمار خاض أول مبارياته مع المنتخب البرازيلي عام 2010، ويتميز بقدرته على الأداء بقدرات عالية سواء كمهاجم أو كجناح. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيق مساهمات هذا النجم قابليته للتعرض للإصابة بسرعة.